أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين الشفافين؟ لا. أو الذي به خروق؟ اللي ما يستر ما يمسح عليه، اللي ما يستر لأن فيه خروق وشقوق أو لأنه رهيف يرى من ورائه الجلد، هذا ما يمسح عليه لأنه الجلد واضح بين، وليس هذا حائلا على الجلد. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل في الجوارب والخفاف السلامة، من ادعى فيها أنها مخرقة أو أنها مشققة عليه أن يثبت الدليل فيها، الأصل السلامة. نعم.